تحكم الميليشيات الانقلابية الحصار على محافظة تعز من ثلاث جهات، الجهة الشمالية والجهة الشرقية والجهة الغربية، ولم يتبقى للمحافظة سوى المنفذ الجنوبي، تحديدا منطقة هيكة العبد الذي يربط المحافظة بالعاصمة المؤقتة عدن، ومن هذا الخط يمر أو تمر كل الاحتياجات التي تدخل إلى محافظة تعز. هذا الخط تعرض للكثير من الأضرار نتيجة هطول أمطار غزيرة، وما زالت تهطل حتى الآن في المنطقة تحديدا في الريف الجنوبي لمحافظة تعز. تسببت هذه الأمطار الغزيرة بسقوط هذه الصخور الكبيرة على الطريق، وأحدثت توقف كلي للخط، وتمكنت بعد ساعات من ذلك السلطة المحلية في المديرية من إعادة فتحه جزئيا بعد توقفه كليا أمام حركة السير. الإجراءات التي قامت بها السلطة المحلية في المديرية ليست كافية لفتح الخط تماما أمام حركة المرور. تشاهدون هنا المركبات الصغيرة هي فقط التي تتمكن من المرور في هذا الخط، فيما المركبات الكبيرة لا تتمكن نتيجة هذه الصخور التي سقطت على الطريق، وأيضا الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الطريق في عدة مناطق من أول الهيجة إلى رأس الهيجة. معنا هنا الأستاذ محمد سالمي مدير عام مكتب الأشغال العامة في المديرية، يطلعنا على وضع طريق هيجة العبد والإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية. أولا نتقدم بالشكر الجزيل لقناة بلقيس لمتابعة مثل هذه القضايا التي تهم المواطنين، وما نقوم به الآن هي إجراءات مؤقتة لحل الطريق وفتح القدر الممكن، وما زلنا في طور متابعة الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانيات والعوامل لفتح الطريق وتكسير الأحجار التي سقطت عليها، وإن شاء الله يتم ذلك خلال الأيام القادمة. وما الآن ما نقوم به أعمال مؤقتة، وقد رفعنا عدة مرار من أجل العمل الجاد لإصلاح هذه الطريق حيث هي الشريان الوحيد لمحافظة تعز. نأمل من الجهات العليا ذات العلاقة بإعطاء هذا المكان الأهمية القصوى لأنها تهم الحياة اليومية للمواطنين في المحافظة، وشكرا جزيلا. إذن هو حل جزئي ومؤقت أمام حركة السير تقوم به السلطة المحلية، فيما الحل الجذري لإنهاء هذه المشكلة هي بيد الحكومة الشرعية وقيادة الدولة في إعادة فتح الخط كليا أمام حركة السير بعد الأضرار الكبيرة التي تعرض لها. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من طريق هيكة العبد، تعز.